وانت راضي عنه. طاعه الزوج مره مهمه، مره مهمه. طعي واسمع كلام يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قناه الكويت اليوتيوب. وزي ما انتم عارفين خلطه بيضاء، يعني بنتكلم عن اي حاجه في اليوتيوب، كل المواضيع اللي بتهم الناس بنتكلم عنها. تعالوا نخش على بقى في موضوعنا. هو انا بعتذر بكلمكم رسائل، ان انا بجد والله ما فيش وقت خالص، وانا بحب جدا ان انا اتقابل معاكم وتشاركوني رايي وراي السوشيال ميديا في حاجات كتير. هو ده الشمسي، بجد انا ما شفتش حد كده. انا اعرف دايما ان كل الوحشين هم اللي بيقولوا احنا خدامين لجوازنا. دي حقيقه، كل الوحشين بيقولوا كده، عندهم يعني مبرر فبيحبوا بقى ايه يعوضوه في الطاعه للازواج. لكن عمري ما شفت بنت بالجمال ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتشوف معايا الفيديو بجد، يعني بتقول كل النفس اي راجل يقوله. طاعه الزوج واجبه، سبحان الله، ده الرسول عليه الصلاه والسلام ده كلامه. بس مين بيعمل بكلام الرسول؟ نادر جدا لما تلاقي حد بيعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والعنطزه اللي موجوده في الستات دايما بنلاقيها في كل كلامهم وفي كل افعالهم. انا مش بعمم على حد، لكن دي حقيقه وده واقع. احنا بنتكلم بمنتهى الشفافيه، الستات كلها تحس دايما ان هم عندهم عقده نقص لازم يعوضوها، فيعوضوها في حاجات كتير جدا. عايزين يثبتوا شخصيتهم باي طريقه، فبيثبتوها بطريقه غلط. تعالوا نشوف الطريقه اللي هي بتثبتها بيها هدى الشميسي وبتتكلم ازاي عن طاعه الزوج. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم تاني. وانت راضي عنه، طاعه الزوج مره مهمه، مره مهمه. طعي واسمعي كلام، وقال لك اتركي وظيفه، قال لك لا تروحي لا تجي، خلاص سبحان الله، هو ادرى، هو ربان السفينه. فانت كمان لا تكوني مستفزه وتصرخي فيه وزي كده، ما يصير، مره ما يصير. خليكي هاديه ورقيقه، ترى معظم الرجال لايك بيبيز، يعني هم فقط بيكون ريسبونسبل وحريص وعنده امانه على بيته وعلى اولاده وعلى زوجته يغار مثلا. فلازم تسمعي كلامه ولازم يعني تطيعيه في كل شيء، وهو ادرى بمصلحتك ومصلحه بيته ومصلحه اولاده. طالما شيء لما تحاولي ان انت تتجنبي الدخول في نقاش او حوار او عند او استفزاز. خليكي يعني الست، المراه قوتها في ضعفها، لابد ان انت يا سلام سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. بعد ما شفنا الفيديو، تحيه واجبه لهدى الشميسي، قلت كل اللي نفسنا فيه بصراحه، والله العظيم ايه بنت الجمال ده؟ ايه العسل ده؟ ايه ده؟ انا زي ما قلت قبل كده في اول فيديو، كل الوحشين بصراحه يعني ما زعلوش مني، دايما بيعوضوا النقص اللي عندهم بتاعه الزوج. دي حاجه حلوه، يعني مفيش، بص يا جماعه، الحب والجمال بجد في النفس وفي الروح مش في الشكل، صدقوني والله العظيم بتكلم بجد. اوعوا تفتكروا ان الشكل هو مصدر السعاده اللي ممكن تشوفها لما تشوف زوجتك وتبص لها، ابدا مش ده. الحب بين الطرفين والرضا بين الطرفين ومحاوله كل واحد ان يسعد الثاني. انا اكتشفت ان السعاده الحقيقيه في سعاده الاخرين، لو كل واحد فكر يسعد اللي حواليه هتلاقي كل الناس هتبقى مبسوطه. لكن لو كل واحد فكر في سعادته لنفسه وما ضحاش عشان الثاني، ما افتكرش انها تبقى الحياه حلوه زي ما احنا عايزينها. هدى الشميسي قالت طاعه واجبه واسمعي كلام زوجك، ولو حتى قال لك اقعدي من الشغل اقعدي من الشغل. طبعا ما فيش واحده بتضحي بشغلها عشان بيتها، ما افتكرش. انا بلاقي كتير قوي، برضو مش بعمم، لكن النسبه الكبيره قوي بلاقيهم ان هم بيضحوا بشغلهم، سوري، بيضحوا ببيتهم علشان شغلهم. لكن انا شايف دلوقتي ان كل الطرفين بيجتهدوا عشان ظروف المعيشه والحياه، كل الطرفين بيجتهدوا ان هم يشتغلوا. يعني انا كنت دايما ضد مبدا الشغل، لكن لما لقيت الحياه والظروف والدنيا، لا لازم تشتغل. انا اكلمكم عن نفسي، الحمد لله انا ما بشتغلش، لكن اكتشفت ان ده كان خطا، لان الشغل بيبقى مهم جدا، بيساعد الطرفين في حاجات كتير قوي، بيخلي مستوى المعيشه على الاقل بيبقى افضل بكتير جدا. ف مش عارف اقول ايه غير شكرا يا هدى، انت بجد والله ممكن تفتح ناس كتير جدا على اخطائهم وتخليهم يراجعوا دايما حياتهم. ف كان معاكم هاني، مش عايز اطول عليكم، صباحكم زي الفل. الفيديو ده بعمله الصبح وانا رايح الشغل، فاتمنوا لنا التوفيق. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير، ارجوكم بجد. شوفوا الفيديوهات الموجوده عندكم، هتلاقي قنوات، هتلاقي فيديوهات كتير قوي، فيديوهات نقد لقنوات مشهوره، اخبار جديده، طرائف، حاجات كتيره جدا هتلاقوها بتكلم في كل حاجه عن القناه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.